السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. معقوله يا حاج تيجي المحل النهارده والنهارده فرح بنتك؟ انا قلت اعدي اشوف الطلبيه جايه امتى. انا كلمتهم وهي في الجمرك جايه بكره ان شاء الله. تمام، طبعا كلكم معزومين الليله على الفرح. الف مبروك يا حاج وربنا يتم بخير. ربنا يتم بخير يا حاج. هات القهوه بتاعتك. مساء الخير حضرتك. اهلا بيك. انا كنت جيت واشتريت منكم الشنطه دي، وبعدين بصراحه مش عاجباني، ممكن ارجعها؟ فتره قد ايه كده يعني؟ هي فتره طويله شويه بس مش فاكره بالظبط. معاكي ايصال الدفع؟ هو كان معايا بس يا خساره ضاع. اسف، ما اقدرش استلمها منك الا بايصال الدفع. يعني ايه ما ينفعش تستلمها مني؟ هو انا جاي ارمي بلايا؟ بقول لك الشنطه دي اشتريتها منك، خدها واديني فلوس يا سيدي. في ايه يا ثروت؟ ايه الزعيق اللي عندك ده؟ انت مزعل هانم ليه؟ خير يا هانم؟ الهانم عايزه ترجع الشنطه ديت معهاش ايصال الدفع. وريني الشنطه. اه فعلا دي شنطتنا. شفت؟ مش قلت لك؟ حاجتنا بتاعتنا في اي وقت، لانها بنت ناس ومتأصله. خلاص خدوا حاجتكم وهاتوا فلوسي. رجع لها فلوسها. احنا بنشتري زبون مش بنبيع شنطه. انا متشكره قوي يا حبيبي. على فكره احنا جايين لنا تشكيله حلوه قوي كمان يومين، ممكن تعدي تتفرجي يمكن يعجبك حاجه. ان شاء الله. شكرا. ده الكارت بتاعي، طبعا في نمره المحل. اتمنى اسمع صوتك عشان تبقي زبونتنا على طول. هيحصل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انستي وشرفتي.